السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ماتيماتيك فينونسيير دو سيمستر 2، سي لا بارتي نيميرو 29. اليوم إن شاء الله غنبداو شابتر جديد اللي هو لي زانويتي. دونك غنبداو لي زانويتي، غنديرو فيه بليزيور بارتي. دونك غادي يكون هذا الإبيزود الأول ديال لي زانويتي. أول حاجة غنبداو بها شنو كنعنيو بالأنويتي. دونك أنويتي أون أبيل أنويتي، انويتي هو ان سويت دو فيرسومون، دو فيرسومون فيرسومون سوا فيرسومون بور سي، يعني انا اللي كناخذ الفيرسومون، يعني انا مثلا هو الفورنيسور كناخذ الفيرسومون، ولا هو انا لا بانك اللي كناخذ الفيرسومون بور سي او ريغلي. او ريغلي يعني واحد الشخص اللي بواحد الكريدي هو كيخلص. ريغلي ا انترفال فال دو طون ريغولي اون دي بي، اون دي بي دو بيريود، حيت كاين لي زانويتي دو ديبي بيريود وكاين لي زانويتي دو فان بيريود، او انفان دو بيريود. وما هادو لي زانويتي، يعني باغ اكزومبل انا مشيت تسلفت كريدي من عند البنكه، واحد الشخص سلف كريدي من عند البنكه، البنكه كل شهر ولا مثلا كل عام كيخلصها واحد لابارتي من داكشي اللي تسلف، اللي فيها واحد لابار من الكابيتال وفيها لي زانتيري. هاد الشيء كتسمى، كتسمى زانويتي. زانويتي يعني فيرسوم. ولا مثلا انا عندي بغيت ندير واحد الكابيتال، بين كونستيتي واحد ليبارن في واحد البنكه، كنجي كل مثلا كل عام كنحط واحد، نبدا ندير واحد الفيرسومون، يعني كنحطها في الكونت ديالي. هذيك الفيرسومون كتمشي من العام لعام، يعني خصها تكون ريغيلي، مثلا من الشهر للشهر، ولا من العام لعام، ولا من 3 شهور للشهور، ولا من 6 شهور للشهور، ريغيلي. دونك كيتسمى لانويتي. الوغ لانويتي ماشي لانويتي، علاش قلنا كلمة انويتي؟ لانويتي كيخص لي فيرسومون اللي كتكون من العام لعام، حيت انويتي هو فيرسومون انويال. ممكن نقولوا انويتي هما فيرسومون لي هما انويال، فيرسومون لي هما انويال، يعني شاك اني، بعبارة أخرى شاك اني كندير واحد الفيرسومون، ولا شاك اني كنخلص شي حاجة. شاك اني كاين كلمة أخرى كتسمى مونسياليتي. مونسياليتي، مونسياليتي هي فيرسومون مونسيال، سو سون دي فيرسومون لي كيكونو مونسيال، يعني شاك موا، يعني كل شهر كندير واحد الفيرسومون. كاين اوستي تخي ميستيرياليتي، تخي ميستيرياليتي، تخي ميستيرياليتي سو سون دي فيرسومون لي كيكونو تريميستيريالمون، فيرسومون تريميستيريال لي مرة في 3 شهور. تريميستريال يعني شاك 3 موا. وكاينه سوميستيرياليتي، سوميستيرياليتي، سوميستيرياليتي يعني فيرسومون كيكونو سوميستيريال، يعني شاك 6 موا. داكوغ. الوغ بالنسبه لي زانويتي، كاين لي زانويتي اللي كيتخلصو في ديبيت بيريود، كاين فانت بيريود، جوج حوايج، كاين ديبيت بيريود و فان بيريود. دونك كاين انويتي، المهم كنلقاو انويتي ديبيت بيريود، ديبي دو بيريود، و كاين فان دو بيريود. كيفاش ديبيت بيريود؟ يعني مثلا هاو هو 0 1 2 3 4 اكسيتيرا حتى حتى الان اخر. دي بيت بيريود يعني انا كنخلص هنا. ها هو هذا هو دي بيريود، هذه الانويتي الاولى، هذه انويتي، انويتي الاولى، انويتي الثانيه، انويتي الثالثه، انويتي الرابعه، اكسيتيرا، الثالثه الرابعه، هذه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. دونك الانويتي الاولى الثانيه الثالثه
الرابعة الخامسة اكسيتيرا كنخلص. هادو هادي ديبيت بيريود، شوفوا هادو ديبيت بيريود، دونك هادو ديبيت بيريود بيريود فانت بيريود، يعني كنجي نخلص هنا. ها هي الانويتي الاولى، الانويتي الثانيه، الانويتي الثالثه، الانويتي الرابعه، هادو فانت بيريود. يعني تفتت سالي بيريود هكا نعمل دي فان دو بيريود. اصلا في التمرين كيقولها لكم، كيقول لكم واش دي بيت بيريود سميتو اوسي. لي زانويتي فيهم جوج الانواع، كاين انويتي اللي هما كونستانت، يعني كل شهر ولا كل عام كنخلص نفس الانويتي، يعني ايغال. كاين انويتي كونستانت اللي هما انويتي ايغال، يعني شاك بيريود كنخلص نفس الانويتي. وكاين فاريابل ولا كيلكونك، كيتسمى كيلكونك، يعني فاريابل، يعني ان المونطون دي زانويتي فاريي، لي مونطون دي زانويتي فاريي دين بيريود الاخر. يعني بالنسبه للانويتي كونستانت مثلا هنايا كل شهر ولا كل بيريود كنخلص نفس الانويتي، يعني كلشي ا بالنسبه للفاريابل بحال هكا، هادي ا واحد بشكل، ا جوج بشكل، اكسيتيرا، يعني كيكون فاريابل. دونك بالنسبه للخدمه ديال لي زانويتي، يعني نشوفوا لانويتي كونستانت كيفاش كتخدم، اصلا هي اللي كتخدم بزاف، ولا لانويتي فاريابل. في لانويتي كونستانت غنبداو بلا فالور اكيز، لا فالور اكيز فانت بيريود، ولا فالور اكيز في ديبيت بيريود. Après valeur actuelle, valeur actuelle début de période, valeur actuelle fin de période. Moi, je suis là pour la partie d'aujourd'hui. Je vais la petite partie théorique. Inch'Allah, la partie j'ai eu un peu de pratique. Un peu de l'annuité constante, la valeur acquise. Qui veut dire la valeur acquise, annuité constante. Début de période ou fin de période. Alors, c'est le dernier pour la partie d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris l'explication. Merci à l'écoute de vous.